تمثل معرض هذا في بيع الكتب المدرسية بجميع الأطوار في ابتدائية المجاهد قمو محمود بالنزلة، وستكون بإذن الله نقاط بيع عبر مكاتب معتمدة لكل البلديات حسب الاعتماد لكل بلدية لكل مكتبة، كذلك يكون على حسب المؤسسات التربوية التي ستكون كنقاط بيع الكتاب المدرسي للتلاميذ. نشكر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وفرنا الكتاب هنا في المؤسسة نقطة البيع هذه، الكتاب المدرسي راه متوفر والاستقبال كان ما شاء الله في مستوى، وندعو الأولياء الآخرين يجوا يقتنيوا الكتاب المدرسي.